هواء التاسعة يتواصل معكم الإعلامي يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور. ازيك يا هبة؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا يوسف؟ عاملين ايه الاخبار؟ كله تمام والله. وانت اكتر يا صاحبي. كل سنة وانت طيب وانت بالصحة والسلامة. استعدادات رمضان بقى اكيد على الابواب، والدولة كلها بتحاول ان هي تلبي كل رغبات المواطنين. اكيد عندك موضوع كتير انا طبعا مش عارفها كالعادة، بس انت هتقول لنا. مش كل مره انت بتيجي تسالني تقول لي عندك ايه، اقول لك مش قايل لك يا مصطفى. لا بس احنا اتفقنا. بص طبعا هو اكيد مما لا شك فيه ان الدوله بتشتغل على توفير كل الاحتياجات اللازمه للمواطنين في رمضان، بس انا وانت كنا حتى بنتكلم انا وانت وهبه على الشائعه الجديده بتاعه استيراد لحوم مصابه بجنون البقر. ده بقى الجديد. ده انا قريته من شويه في النشر طبعا بالفعل. المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وكده هتفرد له طبعا. هو لازم يطلع شائعه من النوع ده قبل رمضان بشويه عشان الناس تبدأ تستاء، وبعدين يحصل قيل وقال، وبعدين يحجموا على الشراء من المنافذ التابعة للدق. يعني هو لازم يخلقوا حدوتة. بس أنا أعتقد الناس أصبحت عندها ثقة حقيقية في اللي مصر بتعمله أو الدولة بتعمله لأجل المواطن، إنه عشرات الشائعات مئات احنا كل يوم مع عشرات ومئات الشائعات بالفعل وكذب في النهاية وتغطية على الحاجات الجميلة واللي بتقدمها الدولة. يمكن آخرها طبعا الحملة الكبيرة واللي هتغطي يمكن أكثر من 4 مليون أسرة على مستوى محافظات الجمهورية كتف في كتف. طبعا حملة عظيمة وحملة كبيرة هدفها سامي بالفعل. أنا طبعا عارف أن أنت عندك تفاصيل أكثر عن الحملة. هلم جرة زي ما بيتقال، لسه في عندنا حاجات كتير. بالتوفيق. شكرا يا مصطفى وشكرا يا هبة، واستأذنكم نبدأ فقراتنا. أشكركم.